السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بيقول: أنا مهندس معماري حديث التخرج وعايز أدخل مجال البيم، هل بداية تعلم برنامج الريفت ولا في أولويات تانية؟ قبل ما أتعلم الريفت لازم تعرف إيه هو البيم، فهتلاقي على القناة بتاعة بيم أريبيا هتلاقي حاجة اسمها جاست بيم إت، نزلها واتفرج عليها أو اتفرج عليها على القناة أو تشوفها من أي حد. الفكرة كلها إن هي هتديك معرفة بالبيم لما تستخدم الريفت كأنه زراير وتستخدمه نفس فكرة الأوتوكاد، غير لما تكون فاهم إن فكرة البيم دي بتعمل إيه والنمذجة ودخل المعلومات تفرق كتير جدا، لأن أنا شفت ناس كتيرة بتشتغل على الريفت كأنها كاد، تمام؟ فما بقاش فيه إفادة. في برامج تانية غير ريفت؟ في برامج كتيرة غير ريفت، ومثلا كان المجال المعماري في الأول بلان، في الأركيكاد، في برامج كتيرة جدا جدا معمارية قوية جدا بتنافس الريفت. الريفت مشهور لان اوتوديسك بتعمل له دعايه كويسه جدا، وفي ميزه ان المعماري والانشائي والكهروميكانيكا موجودين في نفس السوفت وير، فده بيسهل كتير جدا. والبرامج التانية فيها كل واحده فيها مزايا، فانت حسب الشركه. انا شغلت في كذا شركه وكذا مره مثلا اكون شغال في ببرنامج معين اروح شركه تانية احنا شغالين ببرنامج معين فاتعلم فادخل بالبرنامج التاني دوت، اروح شركه تالتة الاقيها شغاله بسوفت وير معين ما دام بيم خلاص انا مش هغير سيستم الشركه غير لو الموضوع يستاهل، تمام؟ المهم ان احنا شغالين بيم، تمام؟ هل كوني معماري يكفيني تعلم الريفت المعماري ام لازم اتعلم انشائي؟ ابدا. والام اي بي لا، ركز على مجالك. لو خلصت الريفت المعماري خش على حاجه تانية معماري، يعني خش على ازاي تعمل سستينابيلتي، خش على ازاي تعمل 4 دي 5 دي، ما تخشش في الانشائي غير تعرف بس ايه العلاقه بينك وبينه، تمام؟ يعني انا هعرف مثلا هو محتاج ايه عشان اعمل ايه، او مثلا الكهروميكانيكال محتاج مساحات فاضيه قد ايه، او محتاج ايه الحاجات اللي هو محتاجها مني ريكويرمنت، بدل ما يقعد يبعت لي ريكويرمنت كتير واي اف سي، لا بعرف ايه اللي هو عايزه مني، تمام؟ ف يعني ارجوك كل واحد يركز في التخصص بتاعه وما نشتتش بعض، وكل واحد مش كل واحد يقول ده بيقبض مرتب اكتر انا ابقى مهندس كهرباء، لا انا مركز على المجال بتاعي. كل مجال لا يمكن ان ينتهي. زمان كان ممكن واحد يبقى عارف شغال معماري وانشائي ونحات، في عصر النهضه كده تلاقي مايكل انجلو شغال كل حاجه، ليوناردو دافنشي شغال كل حاجه، دلوقتي لا الموضوع بقى متشعب، فكل واحد مركز في التخصص بتاعه. هتلاقي برامج تحاليل وبرامج اناليسيز وعايزين نشوف مثلا تحليل حركه الشمس عامله ازاي والظلال والحاجات دي كلها، فلو يعني مستحيل تخلص المجال بتاعك، ركز على المجال بتاعك وربنا يوفقك ان شاء الله. يعني عشان يكون الموضوع متكامل، لا هو متكامل ان انت تبقى شغال كويس في مجالك والانشائي شغال في مجاله كويس والكهروميكانيكا شغال في مجاله كويس، انا بزي الفل. كل واحد يتقن الحاجه اللي هو عارفها. الامام علي بن ابي طالب بيقول قيمه كل امرئ ما يحسن، فكل واحد يحسن يبقى شاطر في الحاجه بتاعته هنبقى احسن ناس.